نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط. فاخفض بكسر ما من الأصلاع عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف. واخفض بياء كل ما بها نصب والخمسة الأصبع بشرطها تصب. واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصل الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. فألف التانيث أغرد وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. والعلتان الوصف مع عدل عرف ووزن فعل أو بنون وألف. وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسمع العجم. كذاك تعنيث بما عدا الألف فإن يضف أو يأتي بعد الصرف. وعن كسو جنيب باب معرفة علامات الإعراب. وعن صوش جنيب باب معرفة علامات الإعراب. أجرومي باب معرفة علامات الإعراب سيدا سوغوري كتاب كأننا باب معرفة باب علامة الإعراب وغوري معرفة ذي بكتل ويسكم بيقى حكم كلمة الله. باب علامة الإعراب. علامة الإعراب كباب كي لغو برانا يوه أجرومي قنا لغو برانا يدي وغوري مركا فرق المالي. هذا هو باب معرفة علامة الإعراب. يقول كهد لي مصنف كشنا ريموت لبا أجرومي كهد لي ووحي هاي إعرابك على موينك يا على موينك ماله أي قلية سد احنا مصنف كيرنا قدري هو اسمك يا فعلك قرمي معتل اللغضان أرنك اللباضو اسمك يا فعلك إعراب قرمي اللغو قدره أرنك سد هذا روح ويا أرنك عاوة أن كهد للدورنا إن شاء الله تعالى هو اسمك ما لا ينصرف محاكا ديك اسمك ما لا ينصرف محاكا ديك سد هذا سكو داري سد هذه وكو داري ولما أن نجارين كيوه الريان عاو إن شاء الله تعالى بالله بدورنا. وحن كسو بحني رفع على موين كده نصب على موين كده يماله أي جليين رفع على موين كده وصو شنج سد أفر على ميا هايين هل أصل أي سد حنايبة سديد ميل بين جليين نصب على موين كده وصو شنج وحن صو شنج نصب شرع علامين إلى هل على ما أصل أي أفر كنائبة سديد في موضوع بين الجليين خفض على بوين كيدنا حلوان شيقنا يميليه أي جليين ووعن إلى خفض على بوين كيد وحيا هايين سده كسروا أصل أي الله كنائبة موضوع أي جليين وأسماء وكذا لحدي إسمية للرفعين باب رفعان كسو مرلي لحدي مبالا خفضين أي ويأي وحصو شيقي خفض كسر أصلا سدح موضع بين كشا اسم مفرد منصرفة جمع تكسير منصرفة هي جمع مؤنث صالح. اسم مفرد منصرفة منصرف حلوج اسم مفرد ونغنى ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. منصرف نوع حلوج إذا كسر أقبلية جمع تكسير منصرفة جمع تكسير ونغنى وما تغير بناء مفرده ويه منصرف نوح اللو جيدا كسر أغبالية يجمع مؤنث صالح جمع مؤنث صالح لماذا هو هذا منصرف ويجمع مؤنث صالح محل إرادة ما جمع بألف وتاء مزيدتين ألف إيا تاء زائدة وحي لغو جمعيه يجمع مؤنث صالح لإرادة ويأي يا باب الخفضة الدين لجوه سنح موضع بيكشا تثنية يجمع مذكر صالح يا أسماء الخمسة سدح مرك الله خفضنا يا إياه وخفضيا فضحة باب الخفضة هذه اللي جوا فضحة هل موضع بيجشة موضع عاصر هو اسم الذي لا ينصرف اسم ما لا ينصرف كي جمع تكسير هم نقضوا أما المفرد هم نقضي مربع هدوسا كسر أقبلينين فضحة لو خفضني وأي هاي هل كان سنو جوغي عاو حمبرنا هنا اسم ما لا ينصرف كديغا اسمك محمد الله ينصرف كديغا اسمك ما الله ينصرف محا كديغا انت ننقارين انت حالا صوت المرية علامة الخفض خفض علامة التي علامة
إن ضباط خفضها أكوبي بها علامة أكوبي كسر كسر ويا 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 ثم فتحة فتحة فقط أكليها فخفض خفضي بكسر كسر وحكو خفضي سا ما شيقة من الأسباء أسباء الحال وكمدي هاي عرف اللي يقانو في رفعه ورفع انتي سب الضم ضمن ورفعي الوية غان حيث مركين الوية غان يماشي ينصرف وسرفومي حيث ماشي يانا كسر الوخفضني دي ينصرف وسرفومي وخفض خفضي بياء يا وحكو خفضي سا كل ما شيء نمانتي نصيبا للنسبية بها يا الوه نسبية وحكا سو يا الوه نسبية تطريقة يجمع مذكر ساري ما يهايني يا كو نسبي يا كو خفضي والخمسة شنتي الأسماء أسماء أهيدنا يأكو خفضي بشرطها مع شرطها شروطها لم يعيد حال أيتاي تصيب حقا أصيب هذا السيدة يشو واخفض خفضي بفتح فتح واحد كو خفضي ساه كل ما شيء لما أنتي لم ينصرف أن سلفوميني اسمي أن سلفوميني مركا أن خفضيني فتح كو خفضي هل كاسو نوتشوكي ويهي عاوة عشكرا أن قاضنا ينو وكل جويني إن شاء الله تعالى عاو يعشر كصوص على لوك الجويني دوناي باب معرفة علامات الإعرابي وأنت أقو أذك لا الحق يقال كنت اللي سو شيء باب معرفة علامات الإعرابي وأنت أقو أذك وأنا أنت أقو فضل وأنت أقو أذك أنت عاو أن قاضنا هنا إيوه هبين كصوص على إن شاء الله تعالى وأنا أنت أقو فضل وأنت أقو أذك إيوه وأنت أقو فضل حاجة سجاي بان كرتاوي waxay isaga iman kar marka hore iyo barashada bilowgar hore wuxuu waa ku dhibaya oo fahanka inuu kugu yar dhimaa boqdaas suurowda laakiin wuxuu ku fiican yahay mar haddii fahanto oo waxa loo jeedo aad si fiican u fahanto nahwo dhan kitaabka ugu sareeya nahwo haddii aad gaarto balaayan sarif sababka balaayan sarif ka dhigaa waa intan uu mudcamriidiga sheegay bas intaa uu bay sheegayaan kitaabada wax lagu darayaa ma jiro يعني واحد زيادة يا مجرى خلاص واحد سنة رفعة على بوجي كذا ما خايا هاي أجرومي أنت قصوم مرة وما خد أنا مرة بس إلى اللي فيها هذا مرة رفعة على بوجي كذا اسمه بدليس نصب على بوجي كذا اسمه بدليس خفضة على بوجي كذا اسمه بدليس جزمة على بوجي كذا اسمه بدليس أو معرفة علامة الإعرابي أنت عن شيء يعني واحد اسمه بدليس يا ملا إيه اللي سبب كا ما لا ينصرف كان يقول اسمه intan aan meeshan ku sheegi doono way isbedeli meesha sida aad u baratay ilaa ajru ilaa alfiya hadda wadoos inta uu waayo marka jaaribka marka lay eego inay yar isbedelayeen way fududahay oo wax hal mar ku dhaafayo jaaribka marka hore fahanka oo kasto yar adag markii la eegana way yar adag tahay kuwa yar yaraynayna si fiican wixii tabar inaan war cadaynay waxaa marka aan doonayaa marka hore inaan idiin sheego waxa uu ka hadli rabo musannifka maxay tahay waxa uu ka hadli rabo horta si fiican u faham waayahay wuxuu ka hadli rabaa ismiga wuxuu asal u leeyahay inuu musannif noqdo oo marka la khafdinayo kasra in lagu khafdiyo inuu aqbalo taasuu asal u leeyahay ismiga wuxuu asal u leeyahay inuu munsarif noqdo oo marka la khafdinayo kasra in lagu khafdiyo inuu aqbalo ayuu asal u leeyahay waayahay waxaa dhacdaa marmar ismiga inuu malaayan sarif noqdo oo kasrada uu diido kasra in lagu khafdiyo inuu diido mar hadduu kasra diido oo malaayan sarif uu noqdo tanwiinna uu diidi oo ismigii maalaayan sarifka ahaa ee kasrada diiday oo kasra aan lagu khafdin karin lama tanwiirin karo kasra mar hadduu diiday lamana tanwiirin karo waayahay haddaba ismigii maalaayan sarifka ahaa maxaa maalaayan sarifka dhiga ismigan wuxuu asal ismigu wuxuu asal u leeyahay munsarif inuu noqdo kasra iyo tanwiinba uu aqbalee ismiga qaar ayaa maalaayan sarif ahoo kasra iyo tanwiin midna aan aqbalaynine ismigaa inuu kasra diido tanwiin diido maxaa keena maxaa sababa horta waxa uu ka hadli rabo arrinka ha garan waayo
اسمي قبل الله يصير المحاكاة لقاء تاسو روائنو كهضي سنف قوي حقول ايه هاي سببها كدقة يا مالا يسارف انتو سنتيرينين يا وحكور مريين اسمي مالا يسارف وحا كدقة شبهيد وفعلي شبهي عصو مري اسمي مبني وحو النقضاء شبهيد وحرف شبهي اسمي معرب نما لقو يقانين مبني وحا كدقة شبهيد وحرف شبهي عصو مري عصو مري وايهي وصائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة أرقى سأصبرني واسمي هدوسا حرف شبهين أي معربي هي حرف هدو شبهه ولما شبه عبرا هدو شبهه مركز المبني النقضة سيدوك لي اسمي هدو فعل شبهه اسمي هدو فعل شبهه فعل هو إيكاده ما لا ينصرف النقضة ما لا ينصرف النقضة اسمي محمد الله يصرف كدقة شبهيد وفعلي شبهي او تلمانتي فعلي قلبو يقاني اسمي يهدو كوي مادو اسمي ما الله يصرف ونقرة او سيدة دم وحجرة فعلي لما كسرين كارو التنوين ما قبلي كسرية التنوين مدنا فعلي لما يقل يصومها اسمي فعلي شبهانا سيدو كالو نقرة لما كسرين كارو لما لا توينين كرو سيدا فعلي قال لو توينين كرين لو نكسرين كرين تاين لفهمان امالين ايا وايا هاي انتا مرق عن معنين وانتا نكسي قد بين وقفيت بفضح فتحة وحنك وخفض يسا كل ما شيء دمانتي لم ينصرف اسر فومين اسمي ما لا ينصرف فتحة وخفض كسر ما اغبال ايا توين ما اغبال ايا مما اسمي سارة احاري يتصف من كتل الماما بوصف الفعل فعل سفدي سكت الماما يعني اسمه ما لا ينصرف كواكه واسمه تلمان تفعل قوته يعني فعل يشبه قوته مما اسم حقي حال وكا هذي اسمه ما لا ينصرف كا صار هذي يتصف من كتل الماما بوصف الفعل فعل تلمان تسكت الماما سارة من أخواتي كان واي سارة فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر من أخواتي كان الناقص واسمه ضمير مستتر فيه تقديره هو يتصف فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل يتصف واي في محل نصب خبر سارة سارة خبر كيدي واي سأقرأ وخفض خفضي بفتح فتحك وخفضي كل ما شيء دمانتي لم ينصرف أنصر فوني مما كي حال وكمد يهي صار هذا يتصف من كتل مامان وكس فيسا بوصف الفعل فعل تلمانتي سو كتل مامان يهي وفعل بوهيج يهي واي يهي انت واقرة المرينة اسمك ما لا ينصرف النقضة شبهي وشبهي شبهي فعلي مركو ما لا ينصرف نقضنا كسرنا ما أقبله يتوين ما أقبله وهو ما لا يصرف النقضاء عن إليه إنه فعل شبهه تلمانتي فعل قلوية قان إنه كوي مادو تلمانتي بروامك إنه كو تريو وايه تلمانتا اسمي ما لا يصرف كبيرو فعل نقو إكيسيو تلمانتا اسمي ما لا يصرف كبيرو فعل نقو إكيسيو مقع بيلاده مقع هذا علا ليلة هذا علا يوسف قالوا بنا كاسي اسمه ما لا ينصرف وحكت له وفعله وكيسيو علا مقع سلو يقرأ العلة واجهي هذا ما اللوينك اسمه ما لا ينصرف كله فعلنا وكيسينا يو سقال علا هو سقال علا يا اسمك ما لا ينصرف كدقة سقال إلا يا اسمك ما لا ينصرف كدقة وإلا فهمانو ملايني سقال كاسي إلا أترين دون ناية مسلم كاوة تريه سقال كا إلا لبقية بي أقيم سميان اسم الله وقهوري سقال إلا اسمك ما لا ينصرف كدقة وفعلك هو إكيسية سقال كا إلا فعلك هو إكيسين إسلامك أنا ما لا ينصرف اسمي كدقة لا يمكن أن يكون هناك
حيهم قيب كم إذا سجالك إلا قيب كم إذا هل حب أو كلية يا ما لا يصرف كديجي اسمه قيب تكلنا هل حب ما لا يصرف كديجي كتير لبا إنا إسوا لبا إلا إنا إسوا إمادان يا ما لا يصرف أو خلنا قريه أكو عليو اللي ينك أنت وحيامها اسمي او اكيسي او فعلي ما لا ينصرف نكرده إلا ما عسى اللي يقانا إلا هذا إلا لفظة معنيه سمعوية مربان وقام دوننا إلا اللي كان اسمي ما لا ينصرف نكرده واسقال إلا كنا الله واسقال سقال كاسا لما أقيب سمية لما داسي قيب قيب تخوري هل إلا كلية هذين لغو أركو يعني علو ينكاس هل حبو كم دا اسمي هذين لغو أركو ما لا يصرف النقرة قيمة اللبادنا هل كم دا ما لا يصرف كما ديكي كرتين اللبا إنا إسو إمان تا شرط يا مثال كنكو كران كرت علو ينكا ما لا يصرف كدقو اسمي وحا كم دا سيغة من تهل جمهور وحلي إلى هذا صيغة من تهل جمهور وياي صيغة من تهل جمهور وعاد جرى روحة مكلا دبال بريو دباش مكلا بريو روحة بدأ باللو جينا حيب تأيا لغو برا مكا هوري بر برنا انت لك حيا ماشا مولك اللي جيا لغو سيدا يا مكا يديها اللقانا لغا صبحيا سيغو قبرتو دباش إذا كان سيدي يوكالي واي مر برا ميل خطر اللي دين جينا نحو ذا لغو يروري ريو وأنا كسب بحد دوتا ويسهل إن شاء الله مركا حد بيسنين أو فلدان إن شاء الله وياي واحد جرى جمع تكسير جمع علي لهل جمع تكسير وأنا قمنا جمع علي لهل مفرد على جمعية صباح وما تغير بناء مفرد يبا يعني مفرد كمركا لا جمعية هو جمع تكسير لا قديم جمع تكسير كلفتيسا يلا سي جمع تكسير كراه هذا كاكرا هدرا لسي جمع تكسيرينك سيد الله وضو وحاجرا جمع تكسير سيد الله وضو مركا قدما مالكو مال هدو جارو مرد ما يعلى جمع تكسيرينك مرد ما يعلى تابنك مثال عنكو سيو سيادو فانتو ايقا عربيقا وحالوير هذا كلب كلب وهل اي كلب وهل حبا اسم مفرد وهل كلب كلب جمع تكسيري أكلب ونقرأ أكلب إيه يا رب ضوء واجمع تكسير أكلب أكلب كي جمع تكسير كأهل لفتي زال جمع تكسير سي جمع تكسير مع نقري أكالب إيه يا الفرب ضوء عندنا سين نقرأ كلب ومفردا جمع تكسير إن أكلب أنكون جمع تكسير إن أكلب أنسي جمع تكسير إن هذا أنا أكالب أنكون جمع تكسير إن أكالب تان مرض من لما جمعين كرو أكالب سي جمع تكسير ما لو دهي كرو ما لو سي دافي كرو هذا واحد جرا جمع تكسير سي لو سو ودو ميل او كو ضمانيو او ماشا مركو غارو مر دم على جمع تكسير كني ماشا مغعيده وحا لي يراها صيغه منتهى الجمع صيغه صيغه وا كو هذا منتهى وا ماشو كو ضماده الجمع نو جمع دي واتقا صيغه منتهى الجمع جمع يالها ماشي اي كو ضمادين واي ومر دم على جمعين كريم صيغة منتهى الجمع علوين كصرف من عياي كمتاي صيغة منتهى الجمع جمع تكسير كهدو جارو صيغة منتهى الجمع جمع تكسير كهدو جارو ومر دم على جمعين كريم صيغة اسمها ما لا ينصرف كدي وصيغة صيغة منتهى الجمع اسمي دي جارو ما لا ينصرف ونقرا وحنا ما لا يصرف كليجي صيغة منتهى الجموع كليجي إذا صيغة منتهى الجموع كليجي إذا أنا ما لا يصرف كليجي أو إلا كلا إن الله هلا الله وضحنا وياه صيغة منتهى الجموع كليجي إذا كفر غير كم إذا إلو ينكره كليجي قد كفر الله مثال اسمي عالم معرفة وان نقال مايو عالم يو ضمير يو وكيها عالم لماذا عالمك
بالله ينصرفني مو كيرا اسمي عالم هذول نقضوا بالله ينصرفني ما عالم عالم مكين لكن عالم كيري ما لا ينصرفني وما كيري عالم إلا كله مركا يسوء إمادان اسمي هو عالم إلا كان أنا والله غيره إلا ذا كله وحكم إذا مؤنث نمو اسمي أنا هذو عالم نيهي مؤنث نيهي وهوين مقعويهي لبدا إلا يسوء إمادة عالم نمو يمو أنث نمو اسمي ما لا ينصرف هي كتنغا يان أو كومي ثانيو فاطمة فاطمة وما لا ينصرف هذا ما ما لا ينصرف كتنغا وعالم وقف مجيوا وانا مؤنث او هوين بو مغا وي هي لبدا الا ايا صرفك كا ودا ملعين هادير فاطمه لبدا الا ميد هدي لا وايو او علم نما هدي لا وايو ما لا يصرف ما نكوني هادو علم يهي لكن مؤنث نما لا وايو او محمد نو كلا وان مغي ما لا يصرف ما نكوني محمد هو علم ما راه ما لا يصرف ما حد عيد الا كلا لهيني si aad u fahanto ilooyinka sarfiga marciyo sagaal ah laba qayb ay u qaybsamayaan qayb mid mid bay sarfiga u malcin hal cillo kamid ah hadii laga helo khalas kaliya sarfiga malcintii ku filan qaybna laba laba inay isugu yimaadaan mooyee hal kaliya sarfiga malcintii ku filan horta sidaa u fahan sagaalkii buu raabar inuu ku tiriyo wuxuu ku leeyahay واخفض بفتح فتحك وخفض كل ما شيء لما انت لم ينصرف انصرف من مما كي حقي حال وكا هذا صار هذا يتصف من كتل الماما يوصف الفعل فعل صفات كتل الماما بان يحوز واب ان كوبو الاسم اسمي ايا و هو كوباي هيستا علتين لبا الا اسمي لبا الا كسوان او علتان اما هل علو كوباي علده او تغني كاغا فيلن عن اثنتين لبا الا كاغا فيلن يعني اسمي ما لا ينصرف وحكى دغيا بان يحوز انه هيلو او كوبو الاسم اسمي انه كوبو علتين لبا الا ايا اسغو تيميد اسمي لبا علو كوباي او اسغو تيميد او علتن اما هل الا ايو كوباي علده او توغني كو فيلان عارفتين لبا الا كاغا فيلان او لبا علم ادن او وباهانينين كريت كو فيلان واني هي انت ولا صبر مليني hal baan ku celiyo ilooyinka horta waxyaabaha ismiga ma la yeesarifka ka dhigo oo ficli u ekeysiyo illa magacaasa loo yaqaana illa ilooyinka ismiga ma la yeesarifka ka dhigaana sagaal waay tira ahaan sagaalkaasi laba ay u qaybsamayaan qayb hal hal ayay ugu filan tahay oo hal cidlo ka mid ah sarfiga sarfiga malcintiisa ay ku filan tahay ismiga haddii lagu arko ma la yeesarif uu noqonaa qaybna laba laba inay isugu yimaadaan shardi ah oo hal keligeed kuma filo waa yahay intii buu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi bian yaxuusa waa inuu koobo al isbu ismigii cilatayn laba cila ayuu koobay sidaasu baa layasrif ku noqday oo cilatan ama hal ciluu koobay cilada oo tugnii kaaga filan canitnatayn laba cila kaaga filan marka cilooyinkii buu rabaa inuu tiriyo marka فألف التعنيث أغرد وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى صح إلوين كصرف من عيا وحن ذي وسجال لوقع ما يروقي بني قيد كل إذا صرف من أنت سقفلا قيبنا الله والله ما إني يسوي ما دار يصرف وقبا عن كران هذا ما قال ذا كل قد صرف من أنت سقفلا أو هل الله كم إذا هدي الله لو صرف من أنت سقفلا waa laba xabo laba xabo mid ka mid ah haddii aad ku aragto isma ma la yeesarif uu noqonaa maxay tahay labadaas alifu ta'nif ismiga haddii ay ku jirto alifu ta'nif waxa loo yaqaanaa alifu ta'nif waxa loo yaqaan ismiga alif reebara u dambeyso ama alif reeban oo alif gaab ay kasii dambeyso labadaas ayaa alifu ta'nif isla yiraahdaa alif reebara ismiga u dambeyso أما ألف ريبل أو ألف جاب أي خسي دمبيسو أي أو دمبيس اسم قاسي ألف تكجرتو ألف التعنيث مقع عصي مثال أو كسيو سيادو فهد أسماء أقور مقع أسماء أسماء محاو دمبيا
ألف ريبان أو ضمي أسماء ألف تا ألف التأنيث اللي لهذا مقعد وأيهي وحالا ميدا حمراء قبدي قدود نيدا ينقوني سوداء قبدي مدودي حمراء محاو ضبيا ألف قاب ألف ريبان ويكوريس كان ألف التأنيث اللي لهذا لما لا ألف وهي كلية ألف التأنيث مقصورة هي ألف التأنيث ممدودة يالك لي لهذا ألف التأنيث مقصورة يعني ألف التأنيث قابره كلية ألف ريبان كلية يقدم بيس اسمي قالو جينا مؤنث لقطوسي هواين ما قطوسي ألف قابنا أي كدن بينين أسماء أوكالي أسماء قبر من نين مقعيس أسماء لما نغط أسماء وقبر مقعين ألف تاسارة قطوسي قبر إلي مقع أطاي أو فاطمة تؤتادي كتير تسيلا مؤنث أي كتوسي سيلمتاي أسماء ألف تعنيف مقصورة لي لهذا ألف تعنيف ممدودة لوحة لي لهذا ألف تا ألف قاب ألف ريبنا أي كوريس سيلا حمراء في قدودني حمراء ألف تعنيف ممدودة قصوة واحد حمراء تيجو نينك حمراء الله ما ديك رو أحمر الله هني حمراء ألف تار ألف قاب كان ألف تار ريبان أيك هو رئيس هويرة إسكال ألف تعنيف ممدودة تالي يعني كي هو رئيس ألف تعنيف مقصورة هذا بقى ألف تعنيف اسم ذات كو أركتو ألف تعنيف اسم ذات كو أركتو ممدودة هي مقصورة متكرر هالنقطة اسمها ما لا يصرف واحد صرفي كم حق وديده كم من عيي ألف تعنيف كم من عياد لا يلهي ألف تعنيف كل جيد على من عيني إلا كلا إنا أخرى هذه سوء بباهنا ألف تعنيف باسمي هذي أذكو أركتو ما لا ينصرف ونقضى اسمي أرس ما لا ينصرف خديه ألف تعنيف كل جيد ما لا ينصرف خديه مثال واحد ترى مررت بحمراء مررت عن صمرة بحمراء قبل جذور أيام صمرة بحمر مررت فعل وفاعل ولا يدا بحمراء الباء حرف الجر حمراء مجرور بالباء وعلامة الجر فرحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة انت قريبا انك يعني معك دريمان مررت بحمراء الباء حرف الجر حمراء مجرور بالباء وعلامة الجر هي فرحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسمه فرد وقرأت لأنه اسم المفرد انت غريبا من النقل وعقو طريعة ما انت والمانع له من الصرف ألف التعنيف الممدودة والمانع كان أديدي له حمراءها من الصرف صرف وحا أديدي هاي أو كسر إن الوخف دي وحا أديدي هاي ألف التعنيف ألف التعنيف كالممدودة ألف التعنيف كاللمة دي وألف قامتا يقضم بيسو تاسا أديدي كسر إن الوخف دي مررت بحمراء الباء حرف الجر حمراء مجرور بالباء وعلامة الجر هي فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم المفرد لأنه اسم لا ينصرف أسكريك لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف والمانع كان أديدي له حمراء من الصرف صرف أديدي ألف تعنيث الممدودة وألف تعنيث الممدودة وأيه مررت بأسماء باتري مررت بأسماء بأسماء الباء حرف الجر أسماء مجرور بالباء علامة جره فتحة مقدرة كسرة مقدرة من ليس اسم ما لا ينصرف كسرة من المقدرة فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف ألف التعنيث المقصورة ألف التعنيث كان قاول وايه والفهمان ملايينيه تيمو ربعين وقوشه فألف التعنيث ألف التعنيث أغنت ويكف اللاتي وحدها كلية كلية لا كف إلا صرفك من عندي وصيغة الجمع جمع صيغة سنة كلية أيا كف لن الذي جمعي قد انتهى ماشي قدام بيسيق هذا يعني اللبع إلا مدول بكلية لا كف لن تعنينا ألف التعنيث وايبت مصورة ممدودة متكايرة ثم قطة كل ما أدرى واحد وهي صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع جمعية ماشى أي كل ما أدان صيغة ذي واي
يعني جمع تكسير سكر صادي لو جمع تكسير ما له سنه في كريم نجر ماشي اساس صيغه من الجموع اللي جيده هذا ماشي اما كسي عضو قرطه قرط الجمع وانه غارا شن حرف جمع وانه غارا اسئله لبا سيقوليه لبا صيغه صيغه هوري شن حرف واي شنطة حرفنا قابل وحركة يسيه يسيف عن وفاد لبدا حرف أخرى وكردين حرف كسد حالنا ألف ريبان واد حرف كأفرادنا وهوس ديجين هاي حرف كشرالة قدام ديانا دي وحرف العرابي وحرف العرابي وفولة ياسو وحالة رفعة دوجو ولا دمينة يا حالة بس بفتح وكا أنكو عليو سيغة منتهى الجموع لبا سيقو ليه لولا سيغة كان هوري وشان حرف شان تا حرف قام كارا هنالي وحركي سنيه وهدو قام كاي اسكب الدلان سيغة من دلال جموع من نغوري هو نغوري شان تا حرف لبدا اوهوري وإلي كرد ديگنيه كو كسد حال ألف ريبا وإلو يهي كان أفراد وإلو هوس ديگنيه كان شرعنا وحرف الإعراب مثال أو كسيو سيالي فهد مساجد مساجد فيري مساجد ما يخاف حرفه هذا هو فيري شان حرف شان تا حرف لو أنا حرف أخرى وكر ديجيني ميمك يا سينك وكر ديجيني سينك وحاكو إيجا ألف ريبا وإيهي حرف كسي أفراد وهوس ديجيني جيم واي مساجي حرف قدام بي دال كنا دي وحكو عمل فليا عامل ككهرباء وحالا من الدراهيم مساجد دراهيم غرائم وحرنا واسكنا صيغة من دال جمع علي لها أكلبتي هذا أنشاءنا أكالبتي أكلت عن معنى الله بيدي أكالب وفيرسو أكالب واشان حرف لما حرف هو رأيوه كرد ديجيني حرف كسد حالنا ألف ريبان واي أكا حرف كأفرادنا وهوس ديجيني هاي كالي حرف كأفراد بعض هنا وعملك أكو عمل فلا يايو أما رفع صاري أما نسبة صاري أما خفض صاري صيغة وابدا صيغة مدال جمع صيغة اللبا تغرف تاري واي كريئة وحال زيادة يا حرف كأدن بيو هرتي سيء ريب الله دي حرف يعني كي هو رشان حرف ما هينو كان لي حرف النغونا حرف اللي حدنا وكي مالي حرف كأغضن بيو كان كهو ريا يأ ريب الله غهر مريني مثال تماثيل أوكلوه تماثيل تماثيل أفرسو وألي حرف لما حرف يا هوري وكر ديجيه حرف كسد حدو وعرف ريب حرف كأفراد وهوس ديجيه هذا حرف كي أفراد وهوس ديجنا يا حرف كي كلمة قدام بين لها أي واحد قدها يا يقرب أنت تماثيل دنانير ويلي قابوا صيغة منتهى الجمع ولا بدا سيقو ليه من واشان حرف ولا بدا حرف هوري أيكور ديجيه حرف كي سد حاجة عليك ريب الأوليه حرف كي أفراد وهوس ديجيه حرف كشرادنا عامل كاكو عمل فرية سيغة اللوادنا واللي حرف لبدا هوري وكور ديجيه حرف كسد حال أليف ريبا واي حرف كأفراد وهوس ديجيه انتا وحلو بجاي سيغة دي هوري وحاكو زياد حرف كأفراد هوس ديجان وحاكو دنبيا يا ريبا يا ريبا حرف كي وحاكو دنبيا كلمة او دنبيا يو عامل كوكو عمل فرية لبدا سيغة وحال اسكو يري هذا سيغة منتهى الجمهور وحال اللوغو بحيي جمع كسول لسو جمعيو ماشا ما ضافي كرو جمع مربا هدو سيغة دا سو قارو لبدا سيغة وحال اللوغو جانقويا مفاعلو يا مفاعلو مفاعلو يا مفاعلو ايا اللوغو جانقويا جمعي مفاعلو لبيد النغضو او سيغة مفاعلو روفتا كلابيد النغضو ايا حركاو يا جميع مفاعيل لمد نقضى حروف تي حركة كلمد نقضى جمع عازي صيغة منتهى الجموع يا لو يقانا ما لا ينصرف بو نقضي صرف كان وحا كمن عنا يا صيغة
مثال عن كسيو سيادو فاتو آيات قرآن وحيتا يعملون له ما يشاو من محاريب وتماثيل وجفان كالجوال من محاريب من حرف الجر محاريب مجرور بمن وعلامة الجر هي فرحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله يصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمهور من محاريب من حرف الجر محاريب مجرور بمن وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة انت هريبا النقلاني لأنه اسم الله ينصرف انت هريبا النقلاني وحال زيادة هو والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمهور والمانع كان أديني له محاريب كان أديني من الصرف كسرة وحا أديني صيغة منتهى الجمهور صيغة منتهى الجمهور يا أديني من محاريب وتماثيل الواو حرف عطف تماثيل معضوف على محاريب والمعضوف على المجرور مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله يصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمهور واي هي ايه ورطة عشر كعاوة هلك سكو ايجي هي مالك هل مالا لذين دول مرو اسمك ما لا يصرف وحكا لها أو إلا كسريو ديدا إلا تنوينينا ديدا اسمي مرها دوت كسر ديدو تنوينا وديد اسمي وحما لا ينصرف كدقا شبيهد يو إكاشا ووش و إكاذي فعلي واي هاي أو تلمان فعلي اللي ويا كان هذي اسمي الواركو ما لا ينصرف ونقض تلمان تيا مكر ربناينا وكوش تلمان تاسي إلا ليلة هذا مقعيد أنا تلمامت اسمه ما لا يصرف ككدي وفعله هو كيسيسو إلا لي هذا ما قاعد اللوينكا اسمه فعله هو كيسيو ما لا يصرف ككدي هو سقال سقال إلا هو سقال كإلا لما قبل يو قبل سمايا قبل مد بي هو في ليه يصرف من عندي أو مد كمية هذه اللي غيره خلاص اسمه ما لا يصرف النقرة يا إلا كلا إلا هلا أنا شرط معها qaybna laba laba inay isugu yimaadaan ayay sarfiga ku bancin karayaan oo hal cillo kamid ee sarfiga bancinti kuwa filo qoladan mid midka ugu filan waa laba cillo alifu ta'nith iyo siiqatu muntahal jumuc labada cillo mid walba goonideeda ugu filan tahay sarfiga bancinti oo ismiga alifu ta'nith lagu arka ma la yeesarifu noqon illa kaleena uu baahnay alifu ta'nith kelgiisa sarfiga ka bancin ko اسمي صيغة منتهى الجمع كوي معدنا أصلا ما لا يصرف النقر يا يو صيغة منتهى الجمع كل جيدا ما لا يصرف كذي إلا كلا نوبة ألف تعنيف محله شيء ده ألف تعنيف كلا ما يوخر سنتا اسمي ألف ريبني لا يقدر بيس عمر كهوان هواني ما يتوس أو اسمي الروح إسكلا يا هوانا وياي ألف التعنيف مقصورة لي لهذاك كلا بعض الروح ويا اسمي ألف تريبر ألف جابا كسيدا بيس هواين ما ينتوسي لفت هذا كان وحلي هذا ألف التعنيف ممدودة ألف التعنيف لما دي وأقرب ألف التعنيف كمقصورة هي ممدودة من كي دون طبعا النقطة صرفها من انتي سا يكون في لاتها يو كلي إذا صرفها من عندي إلا كلا أبوابنا مثال أنكسيو مررت بسوداء باتري مررت بسوداء مررت وحا صومري بسوداء قبر مدو أيا صومري بسوداء الباء حرف جر سوداء مجرور بالباء وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسر لأنه اسم الله يصرف والمانع له من الصرف صرف وحا أدينا إياه ألف تعنيث الممدودة سوداء ألف تعنيث الممدودة ده صرفها وديدا مقصورة هذه أي تهينا والا من سيدة سلماء أوكالي ليلاء أوكالي مررت بليلاء باتري واي هي مررت بليلاء الباء حرف جر ليلاء مجرور بالباء
وعلامة جره فتحة مقدرة على آخرها نيابة على الكسرة، لأنه اسم الله يصرف، والمانع له من الصرف ألف تأنيث المقصورة. وأنجرن إلا أن الله هذا كلمة الصرف من عندي كفلا وصيغة منتهى الجمع جمعية ماشي أي كل ما لي صيغة يلي جمع صيغة منتهى الجمع جمع تفسير كلية أسكال جمع ذكر صارب يجمع أن خصار عيه بلد صيغة منتهى الجمع وحا أسكال جمع تفسير وكلية هذا ما جمع تفسير كستوى على سيد جمعين كراء إلا الله بدا صيغة وكجاري صيغة منتهى الجمع على ما صيغة له لبدا صيغة وحا كليين صيغة هوري واشن حرف ولبدا حرف هوري أي كرديين حرف كسيد حاد الألف ريبنا حرف كأفرادنا هو صديان حرف كشرادنا حرف الإعرابية صيغة اللبادنا واللي حرف لبدا حرف هوري وكر بيجيهين حرف كسيد حاد الألف ريبنا حرف كأفراد وهو صديان حرف كشرادية ريبن واي حرف كاللي حادنا حرف الإعرابية ومفاعلة يا مفاعيلة يا لوكا لوزنا مفاعلة يا مفاعيلة وايهي بأي حوز الاسم اسمه وإنه كوبا علتين اللبا علة أو علة أما هل علة أيو كوبا هش علة تغني كاغفلا عرفتين اللبا علة كاغفلا فألف تأنيث ألف تأنيث أغنى دوحي ويكف الله تسرفك من عندي واحدة هكلي إذا كفلا وصيغة الجمع جمع صيغة سنة كلي جيسا كفلا الذي جمعي قد انتهى ماشي قدام بيسك يعني والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.